إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من بنينصر نواحي الناظور. طبعا احنا اليوم عند واحد الشاب طبعا اللي هو مكفوف، ويعني عنده السنة الأولى ديالو في الجامعة، والطموح ديالو هو أنه يولي صحفي، وعنده بزاف ما يقول لنا وما يقول لمشاهدي قناة شوف تي في. الأخ حميد العمراني، مرحبا بك على قناة شوف تي في. شكرا. قبل كل شيء كنحيي متابعين قناة شوف تي في، وكنحيي الطاقم ديال قناة شوف تي في اللي جات عندنا اليوم شرفتنا كيف ما العادة. مرحبا بهم وألف مرحبا بكم، وكنشكركم بزاف بزاف، تحية عاطرة مملوءة بالحب والوفاء لكم جميعا متابعين ومتابعات قناة شوف تي في في مكانه. مرحبا بك في أي وقت على قناة شوف تي في الأخ ديالنا حميد العمراني. طبعا أنت نجحتي هذه السنة دي، نجحتي في السنة البكالوريا، طبعا في البكالوريا، ودابا كتواصل الدراسة ديالك في السنة أولى جامعة هنا في سلوان. يعني الطموح ديالك هو أنك تولي صحفي. الأخ حميد، يعني احكي لينا على الطموح ديالك، وشنو يعني شنو ناوي باغي دير في المستقبل، وكيفاش جات هاد الفكرة هذه بأنك يعني باغي تمشي تقرا يعني في معهد العالي للصحافة وباغي تولي صحفي؟ احكي لينا أكثر على كيفاش جات هاد الفكرة هذه. نعم، بسم الله. قبل باش نبداو في الهضره، انا كما قلت الاستاذ سليم، انا حاصل على شهاده البكالوريا هذا العام كما كعرفوا المغاربه وكما عرفوا مشاهدين قناه شوف تي في، اللي كنا نقلنا مع الاخ سليم قراش الحفل ديال الباك، وعرفوا الناس اني نجحت في الباك وجبت 14 وصلت 25، والحمد لله خدينا الباك. ودابا ما بعد الباك هو لقيت بزاف العراقيل، لقيت بزاف المعيقات، بزاف المشاكل في الطريق، خصوصا احنا كفئة المعاقين وفئة المكفوفين بصفة خاصة. بحال شاد المشاكل والعراقيل؟ نعم، انا جاي للفهضرة. مهم، انا يا في الاول كنت الحب الابدي، يعني الحب الاول، يعني دي من كنت صغير انا واخا ترضعت بالصحافة، يعني ماشي الصحافة وإنما التنشيط، التنشيط والتمثيل هادو كاينين في الدم كيجريو، يعني من صغري كنتمنى أنا نكون منشط ونكون ممثل. قريت، خديت الباك، منين خديت الباك كنت ناوي ندير جوج، كنت ناوي ندير الصحافة وكنت ناوي ندير القانون بجوج في مرة. ومن بعد كنتصادم، كنلقى مشاكل. انني منين سولت على راسي في المعهد العالي للصحافه في مدينه الرباط، كيقولوا ديال الدوله، يعني كيقولوا ان كيقبلوا الشخص من 24 عام لتحت، وانايا على عام، يعني ما كاينش شي تفاهم، ما كاينش حتى شي حاجه، ضروري 25 عام. النقطه اللي كتكون عند بزاف الناس عائق باش ما يدخلوش للصحافة، نقطة مزيانة، يعني هما كيطلبوا 13.20 الفوق، وانا كان عندي 14.25، يعني النقطة ماشي كانت الإشكال كانوا كيطلبوا النقط في المواد في اللغة الأجنبية. عندي الإنجليزية في الباك 17.5، عندي الفرنسي في الجهاوي ب 17.75، يعني ما كانتش إشكالية، ولكن الإشكالية كانت في السن. واخا مشيت سولت على راسي في ليزاداك في رباط الدار البيضاء، لقيت الإشكال، لقيت ناس بلا ما نذكر الأسماء ديالهم، واحد السيدة اللي كنحييها من هاد المنبر ديال قناة شوف تي في، كتعرف راسها أستاذة في ليزاداك، و يعني كنحييها بزاف بزاف، كنا غادي نلقاو حلم الإطارة ولا آخره على ود السن، ولكن الاشكال فينا هو في الرسم، يعني كيقولوا لي زاداك كيطلبوا الرسم، عندهم الرسم، انا كمكفوف ما نقدرش ندير الرسم.
صافي من بعد جيت لوجدة وفكرت ندير وجدة في المعهد ديال الصحافة في مدينة وجدة. منين جيت في شهر 10 باش نسجل لقيت انا وقع عندهم شي خلافات ما عرفت وشي حوايج وما عرفت شنو اللي وقع الله اعلى واعلم غير هضره كل هاي الغيب لغا كلها كيقول راه كيوقع بخلافات شي واحد كيقول راه وقفوا هاد اللعبه لود كورونا كلها كيقول شي هضره صافي وقفت يعني ما عنديش شي خيار اخر باش ندير الصحافه ولا تنشيط ولا تمثيل صافي التجأت للجامعه ودرت الكليات القانون العربي ولقيت يعني راس ما لقيتش راسي فيها يعني واخا مازال ندير القرايه كنحاول باش نقرا ونجتهد وندير اكثر من جهدي ولكن ماشي بحال الصحافه ماشي زعما فشلت في القانون لا بالعكس القانون ما فيش شي حاجه بزاف عراقل بزاف ولكن ما كنلقاش فيه ذاتي كنقرا نجتهد ممكن ننجح ممكن نوصل به بعيد ولكن ما بغيت يعني في الداخل ديالي بغيت انني انا انسان بغيت نخدم بغيت الصحافه يعني التنشيط بغيت نخرج للناس بغيت نخرج نشوف قصصهم او نشوف يعني صح المنشط او الصحفي او الاعلامي يعني كيكون كيستافد من بزاف الحوايج من الناس من المجتمع خصوصا حنا كمكفوفين او كمعاقين كنا كنعيشوا غير في وسط المعاقين فقط يعني ما كناش عندنا اندماج خارجي ما كناش عارفين شنو واقع في الخارج ما كاينش يعني شنو كاين بر على برا حنا نهار اللي عقد على راسي في مدرسه المكفوفين مع المكفوفين بحالي صافي يعني ما عرفناش هذيك الاحتكاك مع الاخر الصحافه يعني كتعب بزاف يعني تخالط مع الناس وتعرف عقليه الناس وافكار الناس وبزاف الحوايج وهذا الشيء ما وقفت درت يوتيوب مشيت منين لقيت هذا الشيء كامل ما نسلكش كنت درت اليوتيوب حتى في العام اللي فات باغي ندير الناس كيطلبوني انني نكون يوتيوبر نكون انني ندير فلوغات ندير بزاف الحوايج ولكن ملي كنجي نهضر في الفيديو نهضر في شيء يعني في الفيديوهات ديالي في اليوتيوب الا لاحظوا الناس انني عندي حس ما عنديش الهضره عاديه ما كنهضرش هذيك الهضره العاديه ديال اليوتيوب عادي عندي واحد الحس ديال التنشيط ديال بحال هذاك الشيء ديال الصحافه او ديال الاعلام يعني واخا كنحاول يعني نحاول باش نكون عفوي نكون هذيك عفويتي يعني يكون هو كنهضر بشكل ديال التنشيط يعني هذيك هي عفويتي ولكن اليوتيوب ما توفقتش يعني مازال يعني كنحارب عليه حيت ما لقيتش دعم من الناس ما لقيتش دعم من اليوتيوبرز حيت راك عارف خصو ضروري اليوتيوب باش يعرفوك الناس ما لقيتش دعم كبير وهذا ما كان علاش وقفت شويه ولكن قريب العاجل غادي نرجع ان شاء الله حتى من اليوتيوب وبغيت يعني نثبت راسي ان شاء الله في هذا المجال ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب اذا حاليا الاخ العمراني كتواصل الدراسه ديالك في الجامعه كيف غادي مع الدراسه ديالك كيف عاود لينا في هاد الظروف ديال الجائحه ديال فيروس كورونا اللي توقفت الدراسه يعني الجامعيه يعني ما وقع تاخير في التسجيل ما سجلناش حتى اواخر اكتوبر في مدينه وجده جبنا ترانسفيري مازال ما حطيناه عاد انا مازال ما حطيت ترانسفيري في كليه السلوه مازال ما حطيتوش يعني عاد بداو السبت اللي فات بداو في ثلاثه المواد حضوريا وكاين اربعه المواد عن بعد يعني عاد بداو السبت اللي فات يعني هاد السبت عاد نشوف انايا شنو الاجواء اللي كاينه وشنو يعني الدراسه غير عن بعد ولكن عن بعد فيه مشاكل فيه عراقيل اللي لقينا حنا كنفوفين ما كنلقاوش الدروس يعني مطبوعين ببرايل ما كنلقاوش دروس حتى الورد بغينا غير الورد ما كنلقاش الورد يعني هاد الناس كنقول المسؤولين عندي بغيتني نخرج هاد النداء بعد هاد المناسبه بغيت نوجه نداء للمسؤولين في الجامعات ولا في علاش كيفكروا غير في الناس المبصرين الناس اللي كيشوفوا يعني كيديروا لك بي دي اف للناس اللي كيشوفوا ما كيديروش الورد كحنا يعني مكفوفين كنحتاجوا الورد اكثر من بي دي اف علاش كنقلبوا على الورد ما كنلقاوش دابا كنقلب على الدروس ما كنلقاوش
يعني كنلقى دروس من شي مدينه اخرى، ولكن راك عارف الجامعه يعني كل استاذ يعني كل بطريقه ديالو، يعني ماشي بحال التعليم ديال المدرسه تفقي على منهجيه وحده ولا معلومات اي هما هذوك، لكن طريقه كتكون مختلفه من استاذ الى اخر. يعني كنتمنى ان نلقاو يعني الناس يشوفوا فينا المسؤولين اللي مكلفين بهذا الوورد ولا بهذا الوورد ولا بي دي اف، يعني يفكروا حتى فينا حنايا، حتى حنا بغينا نقراو، حتى حنا بغينا نوصلوا، حتى حنا قادرين ماشي ما قادرينش، حتى حنا قادرين نديروا بزاف الحوايج باش نثبتوا راسنا ورسالنا ونكونوا شي حاجه في المجتمع اكيد ان شاء الله. الاخ حميد، كرساله اخيره، شنو كتبغي تقول لخوتك المغاربه والمشاهدي قناه شوف تي في الان اللي كيشاهدوك على المباشر لقناه شوف تي في؟ تفضل الاخ حميد. رسالة ديالي لجميع الناس، يعني الشعب المغربي قاطبة، ان جميع الناس اللي كيشوفونا على قناة شوف تي في، رسالة ديالي اننا خصنا نديروا اليد في اليد ومع المعاق بصفة خاصة، والجميع بصفة عامة ولكن مع المعاق بصفة خاصة، حيت المعاق ضروري خصو بزاف الحوايج، بزاف المساعدة باش يوصل في الدراسة ديالو، حيت كاين الناس بزاف ما متوصلينش في الدراسة، ما توفقينش في الدراسة، حيت ما لقوش الدعم، ما لقوش اللي غادي يوقفهم على الصح، اللي غادي يبنيهم على الساس، ما لقوش بزاف المسائل، ما لقوش يعني ما لقوش الآليات كيفاش يقراو. الناس باغيين غير كما قلت دابا عاد غير الورد، ما لقاوهمش، كنلقاوش يعني شنو بغيتو باش نقراو؟ يقولوا لنا باش نقراو بالسمع، هذاك السمع ما هذيك واش غادي نقول لك، واخا كاين كانوا كينجحوا الناس قبل منا بالسمع، وداك الشيء بالسمع ماشي شي حاجه، احنا بغينا نقراو هذاك الشيء يدخل راسنا، نبحثوا نشوف نقرا، حتى احنا نقراو الكتوبه، حتى احنا كما كاين كتوبه في الانترنت كاين كتوبه يعني بالوورد، حتى هما يديروا الدروس بالوورد ماشي مشكل، يعني احنا بغينا نستافدوا، ما بغيناش الواحد يقرا علينا. ولا راك عارف دابا الناس ما بقاتش بحال الاول، كانت عندها الوقت تقرا على يقراو عليك الكتب يقراو، دابا لا، دابا الناس ما عندهمش الوقت، دابا التكنولوجيا تطورات، الواحد كي في المواقع الاجتماعيه كل واحد كي عنده اشغال ديالو، الله يكون في العون، واش غادي يبقى عنده الوقت يقرا عليك ولا؟ بالعكس حنا دابا توفرت لنا يعني التكنولوجيا تطورات بزاف، دابا ولا عندنا هواتف، اليات، لي بي سي، الاخر لافيشور يعني واحد السطر برايل كيقراو به الناس، واخا باثمنه غاليين ولكن الواحد كيكافح وكيحارب ويعني باش يتوفر عليهم، ولكن ما كنلقاوش دروس في الاخر. يعني بغينا هذا الشيء يتطور، وبغينا جمعيات من هذه النواحي ان تطوروا المعاقين في تعليميا، يعني ماشي بغينا بشي حاجه اخرى، ولكن بغينا خصوصا في التعليم، بغينا تكون جمعيات خاصه، فرق خاصه اللي عندهم مواهب يفرغوها، اللي عندهم موهبه التنشيط مثلا يكونوا ورشات، يكونوا بزاف مسائل باش نوقفوا حتى على الاجرام وعلى التشرد وعلى بزاف الافات. هذاك الشيء الا وفر يعني توفرات في مدينه الناظور خاصه، الا توفرات هاد المسائل اللي قلت، راه بزاف الشباب غادي يوصلوا لبعيد، وغادي يحطوا جميع الطموحات ديالهم ويوصلوا ببلادنا، ونمثلوا بلادنا بين البلدان احسن التمثيل. كنشكركم بزاف بزاف، وكنحييكم اخوكم عبد الحميد اليوم، يعني درت هذا اللقاء بمناسبه ديال يوم العالمي للمعاق اللي فات في الخميس اللي فات 3 جانفي، وهذه كانت مناسبه باش نهضروا على المعاق بصفه عامه، وحتى على شخصيا على الباك وما بعد الباك والمعوقات اللي كنلقاهم بعد الباك، وكانت ان شاء الله ناس مسؤولين او في منابر اعلاميه او في المعاهد انه يشدوا بيدينا، وان شاء الله غادي نوصلوا بعيد. وكما كان في المثال كان بزاف الصحفيين الاعلاميين كانوا مكفوفين، منهم نذكر الاسماء ديالهم، الخيدوم الاذاعيين والاعلاميين السي رشيد الصباحي، السي مصطفى الهرده،
يعني كاين بزاف الناس اللي عطاو في هذا التاريخ وفي هذا المجال، وكانت ما شاء الله نكونوا خير خلف لخير سلف يا رب. ان شاء الله يا رب. الاخ حميد العمراني، اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، كما شفتوا احنا الان اليوم جينا عند الاخ حميد هنا بابن نصر نواحي الناظور. طبعا الحلم ديالو هو انه يكمل المسار الدراسي ديالو ويولي صحفي، وان شاء الله يتحقق له هذا الحلم هذا. وحنا كطاقم قناه شوف تي في كنتمنوا ليه التوفيق والنجاح ان شاء الله في المسار الدراسي ديالو، وان شاء الله يحقق الحلم ديالو، وان شاء الله ويكون صحفي في المستقبل ان شاء الله. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.